بطريقة ملموسة وعميق وبالتا لتشمل كل الفلسفة اليونانية اليونان القديم، وكذلك كل من المؤلفياء إلكت أهمية هذه الفترة مقاطع الفيديو للحق وتطور الفلسفة فألف لفلسفة ما قبل سقراط ومؤلفيها الرئيسية. حر تتمكن من الفهم فألف موجز هذا الفيديو استشهد سياق ألف فنقطة مرحب أو الشعارات آسيا الصغرى يونيا من الانعكاسات الأولى لما قبل سقراط، وركزت على الطبيعة على أساس الفكر العقلاني المدن اليونانية فنقطة ولدت الفلسفة اليونانية. ألف فهمها على أنها فكر نقطة لغوس مصطلح مشتق من اليوناني، وهذا يعت الكلمة متأملة أو منعكسة أو منطقي، ويمكن أيضا نقطة كان هدف فلسفة ما قبل سقراط هو إيجاد القوس أو العنرس أؤلول لكل أشياء إرسل والطبقة التحتية وسبب الواقع أو الكون من خلال تفسط عقال. ألف سليمة ضد التغيير لتصبح البحث عن الجوهر مقابل المظهر والعام مقابل الخاص، والذي سيضع فيما بعد لسة للتفسيتات الفلسفية للحقة رق دائم نقطة إن البحث عن مادة ستر تن أحادياء، أي أنهم بحثوا عن مبدأ واحد أو أساس مادي واحد للواقع هذه الفترة نقطة كان الفلسفة أقل وائلف الداخل، وعلى حقيقة أن الماء دوري لتغذية ونمو أي كائن على اكتشاف حفريات الحيوانات البحرية فألف الرسطوى كان الماء هو هذه المادة البدائي بناء النقطة بالنسبة لتاليس من ميليتس الفيلسوف أولول وفق ألف ألف يوناني ألف ومرشع ألف وعالم رياضيات وجغرافيا وفتنيائي نقطة كان فيلسوف مدرسة ميليتس تركيا الحالية نقطة اعترته أرسطو هو البادي فاء فاء ميليتس وهاء بوليس يونانية تقع على الساحل اليونا نقطة عاش وماتف من ذلك التفست الطبيعية من خلال نظريات وفرضيات طبيعي واعترت البادي للتكهنات العلمية والفلسفية اليونانية والغربية بقطعه عن استخدام إلساط لرشح العالم والكون وتغيته بدل نقطة حكايات ميليتس هو معروف أيضا المقام ألول بارد وساخ إبيرون أناكسيماندر الذي اعترت أنه غت محدود أو غت محدد أطلق على هذا نقطة الذي ينتب منه أضداد الطبيعة وقياس النقالبات والعتدالة والعمل على تحديد مسافة النجوم وحجمها والتأكيد على أن إلرد أسطواني وتحتل مركز الكون لألف الرسم البيان نسب إليه أيضا نقطة ياء نقطة بالنسبة إلى أناكسيماندر فإن المبدأ هو القر أي غت محدد وغت محدد وغنت محدود نقطة ما هو مبدأ تحديد كل الواقع يجب أن يكون غت محدد وعلى وجه التحديد القر يحدد هذه الخاصية بشكل تجريدي ذاتي الحركة أي يتحرك من تلقاء نفسه نقطة هذا خالد غت قابل للتدم اليتلوال يفسد ومنه تولد كل الأشياء نقطة القرد أبدي نشط دائم ألف لدورة دورية رشنا إلى القرد وفق نقطة كل رش إن ينطق ويعود كل العالم تنفصل عنه وعندما تسود إحداهما على الأخرى يحدث رد فعل يعيد التوازن حسب الحاجة نقطة المواد المتعارضة فاء بالنسبة إلى أناكسيماندر كان المادة البدائية هي الهواء وهو مبدأ محايد مثل القرد لكن له خصائص نقطة ودع أن الهواء يتحول إلى أشياء أخرى من خلال الخلخل والتكثيف رت يصبح فيها الجسم أو المادة أقل كثافة نقطة التخلخل هو العملية ألف من هذه المواد يتم إنشاء بقية أشياء ألف وأحجار ألف وماء وأرضا ألف وسحب النقطة يؤدي التخلخل إلى نشوب حريق بينما يولد التكثيف على عكسه رياحا نقطة عقد فيثاغورس أطروحة مفادها أن كل أشياء هو أرقام مما يعت أنه يمكن تحديد جوهر وبنية كل أشياء من خلال إيجاد العالقات العددية التي تعرض عنها ألف بفكرة جديدة عن خلود الروح وإمكانية انتقال الروح البروشية بعد الموت إلى أشكال حيوانية أخرى متمسك ألف من التقليد السفستاني ألف جزء نقطة كان فيثاغورس أيضا اليونان القديمة لتعليم مع تلك الكلمات بالسفستاني ألف فاء البالغة الذي كان مكرسا عرف الخب تفاء مع الدجال أو المشعوذ المفاهيم نقطة ياء نقطة يتوافق المعتل العام لمصطلح السفستان
اليونان القديم الذين علموا بشكل أسمش الخطاب من أجل المال نقطة. كان السفسطائيون مجموعة من الفلسفة نقطة. من جانبه تعامله تقليدس مع التحول المعقول للكون والعقل المفترض الغوص كمبدأ منظم لهذا السطور بقدر ما يوحد الاضداد. تركيا الحالية رنالسيا الصغر فاؤن إيونيا على الساحل الغر ألف ما قبل سقراط موطنه أفسس وها مدينة فألف يوناني نقطة. كان فيلسوف ألف نقطة. عمله تقليدس هو قول مأثور تمام نقطة. القول المأثور هو جملة تهدف إلى التعبة عن فكرة بطريقة موجزة ومتماسكة ونهائية على ما يب. والقول المأثور يحدد الفكر بدقة. باسم عرف أيضا قن ويعيد إنتاج الواقع بطريقة غامضة ومربك باستخدام التناقض المتناقض ولتناقض والمفارقة العطاء فكرة عن عليه بفينر ذي وإفسس أوف وندور ذي. كان ياء نقطة. أسلوبه يشت الجمل أوراكل دل هذه الحال إنها لحظ بسبب شدة ما كان يعيش خلال مساره يجعلك تفقد فكرة الوقت. عبارة لحظة أبدي فإن القاري أو المحاور مجرة على فهم المعت المجازي فللتناقض المتناقض هو عكس عط على سبيل المثال فألف النقطة. نظرا ألف ألنا المعتي لحرف ألف ثالث تعبت واحد مما يولد مفهوم البالغة هو الشكل من طرقيت كون من استخدام مفهوم ياء لهما معت معاكس فالشخصية تاء لدبيت فنقطة التناقض نقطة. من جانبه فإن النقيض هو تعارض بيا مصطلحي متقابل أو متكامل تشت إلى التناقض نقطة. كما أن المفارقة تجعل من الممكن إظهار حدود الفه البرشي البالغ وشخصية فكرية تتكون من استخدام التعبيتات أو العبارات الألف للرأي العام نقطة. فنقطة أن تكون المفارقة أو التناقض فكرة منطقية متناقضة أو معارضة لما يعترت صحيحا تيب والقياس بحسب الشعارات ستورد بالت راء تغتاء دائم كل نقيض يميل نحو نقيضه فنقطة. بالنسبة إله تقليدس الواقع ألف كمبدأ أو أساس الكون على الرغم من فهمه كصورة للتطور الدائم وليس كعنر مادي مكون لكل أشياء نقطة. على غراء سالفه تصور النار على قيد الحياة دائم نقطة. على العكس من ذلك بالنسبة لبرمينيتس من إيليا فإن الواقع واحد وقت قابل للتغيير. جنوب إيطاليا ماجنا غرسيا فمدينة إيليا وهي مستعمرة يونانية فألف النقطة. ولد بياء عام 530 قبل الميلد و515 قبل الميلد فاء ألف يوناني النقطة. كان برمينيتس فيلسوف ألف الجزئين ألف مقسم ألف إلهي نقطة. بقدر ما نستطيع أن نستنتج من الأدلة الباقي فإن قصيدة برمينيتس تمثل وحي رش فهو متجانس وغنت متحرك وكامل نقطة. أؤلول يتعامل مع طريق الحقيق حيث يتعامل مع ما هو أو الوجود ويكشف العديد من الحجج الرد توضح سماته إنه غريب عن التوليد والفساد وبالتالي فهو غتي متولد وغتي قابل للتدمت فهو آل الشيء الوحيد الموجود بالفعل آل ارتتنكر بها وجودي آل فيتناول طريق آراء البرش حيث يتناول قضايا مثل تكوين النجوم وموقعها وظواهر آل الارصاد الجوي والجغرافية المختلف وأصل آل الإنسان وبناء عقيدة كونية كاملة نقطة. أما الثان ألف والذي يمكن إثبات استحقاقه من خلال المنطق إذا لم يكن الوجود موجود حياء أن للوجو دل غين تاء موجود وبمجرد أن يتم إثبات ذلك يصبح التغيط أو التحول مستحيل نقطة. بالنسبة لوجود برمينيتس رق النقطة تبت أفالطون حججه المؤيدة لهذه أطروحة لترتير تقسيمه للواقع إلى عالم ياء عالم وهميم للتغيط وعالم الدوام الحقيقي ألف من حججه المبادئ الأساسية الثالثة للمنطق وفن التفكت نقطة. سينقذ أرسطو أيضا التفكت أو التفكت كوسيلة اكتشاف الخصائص الأساسية للوجود الكاء الذي هو واحد غت قابل للتغيط غت قابل للتجزئة غت مخلوق غت قابل للفساد ومتجانس فهم برمينيدس العقل على أنه القوة البرشية ألف هو الكاء وكيف يتم الكشف عنه لنا فقط من خلال العقل الحواس تقودنا إلى طريق الخداع والخطأ أي طريق الرأي نقطة. ما هو حق النقطة بالنسبة لبرمينيدس فإن الثقف
البحث عن أكمن أساس للواقع نقطة. بعد ذلك بدأ بعض الفلسفة فلسفة الطبيعة حرقا 18 الماء والنار والأرض والهواء ورت من خلالها تشكل للمبادئ المتحركة والحب والكراهية كل الأشياء نقطة. برز إمبيدوكليس بياء هالئ الفلسفة التعددية ياء نقطة أسس هذا عقيد العناضة الرابعة ولرت ستستمر في رش أن يتكون من أجزاء سقطة أطلق عليها اسمه ممتية أمرت بها مخابرات تسمو نقطة نوس أناكساغوراس من جانبه جادل بأن كل لنوع ياء من المسحات واحد فارغ وآخر كامل والذي سيكون ألف الواقع على أنه يتكون من ديموكريتس ولوسيبس فتما بعد أرسطو نقطة تصور مؤسساها شك علماء الذرة أهم مدرسة تعددي وكان لهم تأثي كبة علياء غتي قابلة للتجزئة النقطة كلياء للشياء المرئية تتكون من ذرات مرتبطة ببعضها البعض بسبب ختلف شكلها نقطة لكن هذه النقابة تالت نتيجة إلي عنا طريقة لصطدم ألفها جزيئات والاسم حمهما نقطة إيتكونا ألخة من ذرات كما أفق لتحركة عشوائية نقطة في لفضاء الفارغ آلتا للفيديو ياء وسقراط وأفلطون وأرسطو فإطار فلسفة اليونان القديم سيتم التعامل مع الفلسفة اليونانية الكلاسيكية والسوفسطاء لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو عن التاريخ وأليساطة والفلسفة قم بزيارة قناة فوصف الفيديو